في دمه يبقى ما عندوش نخوة. طب مش نغير بقى موضوع الكورة ده؟ هو في أحلى من الكورة واللعبة الحلوة؟ قولي بقى بتشجع مين في السلساو؟ السلساو؟ هي السلساو نفسه؟ الحقيقة أنا مش متابع فرق الأقاليم. يا نهار أسود، مش عارف السلساو؟ منتخب البرازيل؟ ده أنت جاهل جاهل يعني. الحقي بنتك هتطفش الراجل ده إن ما كانش طفش أساساً. طب أنا بقى هقوم أجيب لك التورتة اللي أنا عملتها بإيدي علشان. أيوة قومي معايا. يلا قومي 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 يلا على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيب الكورة؟ ودي بقى لما أحب أعملها فرحة أعمله فين؟ في السلة المغطاة؟ يا ابني أنت فاهم الجواز غلط. أنت محتاج زوجة تقف جنبك كتف في كتف. دي مالهاش غير في الكتف القانوني. ودي بقى لما أعرفها بأصحابها أقول لهم إيه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحدة زي دي هتجيب لطافة ورومانسية منين؟ أنا حازم بدران الحلم أي بنت مراهقة هيحصل فيه كده. إيه حازم بدران حازم بدران؟ يا سلام يا أخويا. أنت فاهم يعني أنت أنت الوحيد اللي مقطع السمكة وديلها؟ ياه. شوف بدران بقى، أنا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحدة كانت تقع في دباديبي على طول. ومع ذلك لما جيت أتجوز اتجوزت أمك. قصدك ماما وحشة؟ جدا. إيه؟ قصدي أنا حزين جدا على فراقها. ياما وقفت جنبي وقفت راجل. أيوه بابا، ماما وقفت جنبك وقفت راجل، إنما أنا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني أنا هجيب لك من الآخر. المصنع ممكن يتقفل في أي لحظة يا حازم. وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس للعبيد. الحل الوحيد قدامنا إننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه أبو سلمى. ده الحكاية كده عشان الشغل عسيد على مستقبلي. لا يا بابا، ده جواز، ده جواز يا بابا. أنا قلت لك اتجوز دلوقتي، شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فترة التعارف؟ خلاص مسألة في إيدك أنت. طول في فترة التعارف دي على قد ما تقدر لغاية احنا بنخلص المصلحة ونخلع. احنا هنستنى البطة عند البراميل اللي هناك دي. البنادق ادي اول بندقية رش. ايوه وادي تاني بندقية رش. ايوه وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. حاسب حاسب انت هتصطادني انا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت بطي صوتك ليه؟ الله في ايه؟ بطي ما بناها البط ده يا عم؟ تعال نصطاد سمك ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك مؤتمر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ شش. الهجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش ما دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. شش. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. تولع النضاره. ولع الساعة دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ وصل. الف حمد لله على سلامة. اذبح وحشي وتخلص يا عم مجدي. عقوب خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم اهبل من اوله. هي تضربني بالبندقية وابويا يضربني بالرش. ما كانش ناقص غير ان ابويا ياخذني بمطول ولا رؤوف. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي بالناس. حازم الموضوع كبير فعلا وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على القرض بنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطة هو اللي هيديكوا القرض يا اخي. بس لغي البت دي يعني ده انت خبره خبره.
حازم ايه؟ في رشه واحده مش عارفه اطلعها. ليه؟ محتاجه خطاف. ايه ده؟ ايه ده؟ حرام عليكم، دي مش طريقه فرجة على فيلم رومانسي، كله احاسيس ومشاعر وشكل. انت مالك انت يا عم؟ انت ومال رومانسيه؟ انت اخك فيلم علقه موت. علقه موت؟ انت مجنونه يا بنت دي؟ انت ما عندكيش دم؟ انا ما عنديش دم يا سافل. انت هتغلطي؟ اقسم بالله همسع بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا؟ انت لو كان معاكي راجل كان عارف يرفك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده بالليل. يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دمع في ايديكوا. لابسها في صباع رجلي يا عم، ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر؟ اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده؟ عرفي؟ طب تعالى لي بقى. انا عرفي يعني كده. انت عصبت يا ساتر. انت عصبت يا ساتر. يعني الكام خروج اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ هعمل له ايه بقى؟ حظه كده، وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد، وايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت، انت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان لوحدي بيت فيه. شهر؟ يا طيب معلش، انا هبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد، من غير ما تقول يا بدران، الجواز اسمه ونصيب، واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله، ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي، ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بترغرغ فيني. قال لي يا بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا محندقه كده، وطبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجه كده تليق بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك، مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ الدور الفوقاني كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. يا عم جواز مش هتجوز، شيل لي من دماغك. يا حازم فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك لقيته بينك طلب قد كده هو تخلى بيه؟ تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه انا مسافر؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخدوا الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي؟ البنت دي يا اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني، برضه تنفع في وقت زنقه.
لو يا عادل لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبق له وشه خليه ما ينفعش. ده عيال مريضة يا جدع، ده أقل واجب والله. بس أنا رأيي يا جماعة كده ادوله فرصة. جاز ما خدش باله. ليه؟ عصفورة قدامه؟ أعمى ما بيشوفش؟ ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبورة مع انعدام رؤية، بالذات في كمية البخار اللي طالعة من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعت، هفهمه غلطه ولو ما فهمش منكوح في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعة، الواد فهم غلطه خلاص، وعلى رأي المثل هزها أحسن من غزها. هو الحمام زحمة أوي كده ولا إيه؟ أبويا وأمي ضاغطين عليا ضغطة سودة أوي يا كابتن. لا وقال ايه؟ مفيش خطوبة، جواز على طول. ابوك بيصيح. عارف ان حازم ده لو فيه خطوبة مش هياخد في ايدك منت وهيمر. انا جربت معاه كل حاجة، واضح انه واتبت. اوعي تستسلمي وتخلي ابوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش انت راس حربة، يعني لازم تكوني خف ريشة، لكن باع